السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا في قناة بوبسو في فيديو جديد من فتاة القناة. إن شاء الله النهاردة ده آخر جزء من المورفولوجيكال إيه أوبريشنز اللي إحنا شرحناها قبل كده في الفيديوهين اللي فاتوا. إن شاء الله النهاردة هنطبق على الإمجو سي في اللي إحنا شفناه في الفيديوهين اللي فات. أول سطر إحنا هنا بنقرا الإيمج عندنا اللي هي الإيمج دي بنعملها ريسايز، بعد كده بنحولها المره للجري فاهم، بره والاوتبوت بتاع الدايليت او الايرود بنعمل له ايمج لوحدها. هنقول هنا دايل اختصار لدايليت، هنعمل عمليه الدايليت، بعد كده بنقول جري دوت كوبي بلانك ان احنا ناخد الدايمنشنز بس بتاعت الجري. بعد كده بقى ايه، هنا هنيجي نعمل الكيرنل بتاعتنا اللي احنا نستخدمها في الدايليت او الايرود. نقول هنا سي في انفوك دوت جيت ستراكشرنج اليمنت، بنقول هنا نوع الكيرنل او شكل الكيرنل اللي احنا هنستخدمها، هنقول له هنا ريكتانجل، بعد كده هنقول له السايز بتاعها، هنقول له نيو سايز 5x5، والانوتشر بتاع الكيرنل دي هنقول -1 و -1 لان دي البكسل الموجوده في الكيرنل اللي هتمشي على الصوره كلها، اللي هيتم عليه العمليه -1 و -1، ده معناه ان انا بختار الكيرنل اللي في النص. طبعا لازم تكون العدد بتاع الكيرنل دي اللي هو السايز بتاعها يكون اود، يعني يكون فردي 5x5 7x7 9x9 كده. بعد كده بقى نيجي تحت ليه الدايليت بقى والعمليات اللي احنا هنعملها. هنقول سي بي انفوك دوت مورفولوجي اي اكس، بتاخد اول بارامتر الايمج اللي هتعمل عليها عمليه، بعد كده تاخد الاوتبوت الانبوت، بعد كده الاوتبوت، بعد كده نوع ال العمليه اللي هتعملها. نقول امجو دوت سي في دوت سي بي انيوم، ممكن انت فوق برضو بدل الحكايه الزرقاء دي ممكن نقول هنا يوزنج امجو دوت سي في دوت سي في انيوم سي في انيوم، عشان ايه بدل ما ايه احنا نقعد نكتب في امجو دوت سي في دوت سي في انيوم، نقولها مره واحده كده، نشيل ده كله بقى لان احنا كده عملنا له يوز. نقول هنا ايه، في عندك هنا انيوم اسمه مورف اوبريشن، في هنا ايه عندك كذا قيمه، في بلاك هات، في الكلوز، في بقى الاوبن، في الجراديانت، الحاجات اللي احنا شرحناها. هنقول مثلا هنا دايليت، هنعمل عمليه الدايليت، بعد كده ندي له الكيرنل بتاعتنا اللي احنا عملناها، بعد كده بنقول له نيو بوينت اونتشور، بتكررها تاني هنا اللي احنا البوينت اللي في النص. بعد كده بقى نقول هنا بوردر تايب دوت كونستانت، ده عمليه البادنج زي ما انا قلت لك ايه اول خالص هنا، لما قلت لك هنا ايه اللي احنا هنا لما بنيجي نعمل على الايمج بتاعتنا كده، فالبكسلات اللي حوالين الباد دي اللي هي الحواف بتاعه الايمج العمليات عليها ما بتكونش كويسه، لان هو اساسا مثلا لو احنا جينا عملنا كيرنل عليها كده ايه، فبعض البكسلات هنا ايه اللي هي البكسلات اللي جنبها على الشمال مش موجوده اساسا، لان انا ايه على جنب الصوره خالص. فالبادنج هنا بيعمل ايه، بيعمل عليها اطار كده، ده البادنج بيعمل عليها اطار كده على الصوره كده فاهم، بحيث ان انا اقدر انفذ عمليات على الصوره على البكسلات اللي على الجنب خالص دي. ما انا هنا انا بقول له هنا ايه بوردر تايب دوت كونستانت، في انواع طبعا من البوردر تايب، في اللي هو الديفولت، في ديفولت وفي ان هو ريفلكت، ده بيكرر قيمة البكسل، يعني مثلا لو قيمة البكسل اللي هي فوق خالص اللي على الجنب دي مثلا ايه العمود ده اللي هو اللي فوق ده بيكرره فوق تاني، والعمود ده برضو بيكرره هنا، بيعملها ريفليكت يعني. فانا اقول له لا والله انا مش عايزها ريفليكت، انا عايز بس ايه ان البادنج بتاع الايمج يكون كونستانت، يكون قيمة انا هديها له بديها له هنا، بقول له نيو ام سي في سكالر زيرو، زيرو هنا معناها ان القيم بتاعه البادنج هتبقى بزيرو اللي هي القيم اللي حوالين الايمج بتاعتك. تعالى كده ايه نعمل ران ونشوف. دي الايمج بتاعتنا ودي الجراي وده الدايليت. لو انت ملاحظ ان البكسلات البيضة زادت قوي في الصوره، يعني ايه الكلمات ايه هي دي الكلمات تعتبر اكبر بكسلات في اكبر قيمه بكسلات في الصوره،
اللي هي بالابيض اساسا في الصوره بتاعتك دي، ده الكلمات بالابيض هي اكبر قيم في الجري، فايه زادت شويه بقت تخينه شويه، البكسلات البيضاء تخنت اكتر في الصوره اهي. في كلمه اللي هي التوقيع اللي تحت ده مش باين كمان لان هو زاد قوي. طبعا الدواليب بتعمل عكسها هنا، ممكن انت برضو تغير في الاليمنت دوت شيب هنا كده، عندك كروس في كاستم في اليبس في ريكتانجل كلها اشكال، تغير برضو في السايز بتاعتك زي ما انت عايز. او في هنا القيمه دي نسيت اقولها لك، دي الايتريشنز. يعني ايه الايتريشنز؟ يعني كم مره هعمل دايليت للصوره، يعني مثلا اقول له هنا مره واحده، لا انا مثلا اقول له هنا ايه، انا عايز اعمل مثلا خمس مرات دايليت، فتعالى كده ايه اعمل دايليت بعد كده دايليت بعد كده دايليت خمس مرات على الصوره. هو بص عمل خمس مرات دلت على الصورة، فايه الصورة راحت خالص يعني ايه تخنت قوي. فبس ده كان تطبيق على المورفولوجيكال في الـ في الامجو سي في.